ياسا ديسكا بارسا فزنا 4 مجموع المباراتين 4. وينك يا فيدال تسجل الخامس فيسكا بارسا؟ ياس ياس ياس. لا يا حبيبي انت خسرت 4 بمجموع المباراتين ما فزت، انت خارج الدوري الاوروبي. هدف اول اجي خربط احوالك، هدف الثاني اجي دمرك دمار صاروخ، وهدف ثالث نومك وطلعك بموسم صفري. هارد لك لبرشلونة، القادم افضل، هذا اللي اقدر اقوله. بس اذا متوقع تجي الحسابي وتشوفني ما اضحك، انت هنا يعني ما تعرف محتواي. حجي عبود تفوز ينصفك ويحطك على الراس، تخسر خسارة عادية يعني شوية ضحك. بس ما تطلع من الدور الاوروبي وتطلع بموسم صفري، لا هنا تعذرني. موسم صفري يا حبيبي، ثبرتنا ثبرتنا 4 على بي الله، ولك موسم صفري.